بحل مشكلة لفئات عمرية مختلفة على حسب حالتهم المرضية أو صعوبة هاي الحالة. ففي فئة ألف، فئة باء، فئة جيم، على حسب كل حالة بنختار عدد البطاقات ونوعية البطاقات والصوت اللي بيطلع من البطاقات، طبعا بما فيها اللهجات المحلية الخاصة باللغة العربية. نعم. بما أنه هو تطبيق يعني الرئيسية هو أنه يتكلم باللغة العربية. طيب أبرز التحديات اللي واجهتكم خلال تطوير هذا التطبيق، كيفية تحديد الفئات المختلفة المصابة بالتوحد وتجهيز بطاقات تصلح للفئات العمرية المختلفة أيضا ويكون محتواها متلائم كمان مع البيئة العربية بما أن التطبيق معمول باللغة العربية؟ صحيح. طبعا الصعوبات اللي واجهناها صعوبات عديدة، أولها صعوبات تقنية لأنه الأجهزة اللوحية والتقنية بشكل عام، الشركات المزودة للتقنية في العالم عادة ما تهتم بشكل رئيسي باللغة العربية، سواء كان من ناحية الكتابة من اليمين لليسار أو من ناحية اللي يسموه المحركات الناطقة اللي هي speech engine. نعم. فهاي واحد من التحديات الرئيسية لعدم اهتمام الشركات العالمية بالمحتوى العربي أو التعريب للأجهزة بشكل عام. النقطة الثانية اللي واجهناها فيها صعوبة هي موضوع اللهجات العامية في كل دولة، فكونه فئة التوحد لازم يتواصل مع أهله باللهجة المحلية، فمثلا السعودي لازم يتكلم مع أهله باللهجة السعودية، الإماراتي باللهجة الإماراتية، والمصري بالمصري. عانينا من هاي المشكلة لأنه عادة التكست تو سبيتش إنجن هو نظام ناطق باللغة العربية الفصحى، فإحنا حاولنا أنه نتخطى هاي الحالة لأنه عملنا زي نوع من برنامج خاص يسهل على التطبيقات اللي نتكلم اللهجات المحلية. بالنسبة لعدد المستخدمين وكيفية استفادتهم من هذا التطبيق، هل تابعتم مدى الإقبال على تحميله وعلى التعامل معه؟ كم عدد المستخدمين حتى الآن؟ عدد المستخدمين الآن في دولة الإمارات وصل تقريبا 500 شخص، 500 طفل توحد من خلال المراكز، لأن يعني احنا في المرحلة الأولى اعتمدنا على توصيل التطبيق للفئات المحتاجة، لهذا التطبيق عن طريق المراكز التوحد، وذلك تم برعاية من قبل شركات الاتصالات الموجودة في الإمارات اللي اسمها شركة دو، اللي تعنى في طبعا القسم اللي فيها اللي هو الخدمة المجتمعية اللي قام بعمل رعاية للتطبيق. والسبب الرئيسي انه احنا توجهنا لشركاء استراتيجيين بشركات الاتصالات عشان نزود المستخدمين او الفئات المستهدفه في التطبيق، انه عندنا مشكله احنا في الوطن العربي بثقافه شراء التطبيقات، فلو كان هذا التطبيق موجه بشكل مباشر للاهل او المستخدمين النهائيين، طبعا اما المدرب او المدرس او الاهل، ما كان وصلنا لاي مستخدم. نعم. بسبب طبعا يعني معروف ان عدم ثقه المستهلك العربي بالمنتج العربي، فاحنا اعتمدنا آلية مختلفه للتسويق عن طريق الرعاه. طيب شكل التطوير المنتظر على التطبيق في المرحله المقبله كيف سيكون؟ طبعا احنا التطبيق هذا في مرحلته الاولى اللي هي مرحله التواصل، ومعروف عن حالات التوحد انه لو احنا تمكنا من التواصل مع فئه مصابين التوحد او اشخاص التوحد، صار بامكاننا انه احنا نعلمهم، صار بامكاننا انه ندربهم ويعني ندخل معاهم في مرحله ثانيه، صار بامكاننا حتى نوصلهم معلومه ترفيهيه من لعب الالعاب مثلا، اسلوب تطوير افضل. فاذا حلينا العقده الرئيسيه لعقده التواصل، صار بامكاننا ندخل جانب التعليم. فاحنا الان شغالين على مرحلة ثانية اللي هي تجهيز التطبيقات اللي تعنى في تعليم فئات التوحد. والجديد بالذكر يعني انه حتى في حالات توحد عالمية على مستوى شركات عالمية الان يتم توظيفهم كفئات توحد باعمار كبيرة، طبعا توظيفهم بشركات البرمجة مثل مايكروسوفت مثل SAP، بحيث انهم يقوموا بعمل برمجيات على الكمبيوتر. استاذ شادي، من وجهه نظرك كيف يمكن للام انها تستفيد باقصى شكل من هذا التطبيق وتساعد طفلها المصاب بالتوحد؟
وهذا سؤال كثير كثير مهم، لأنه الأم هي محور عملية تحسين أداء طفلها التوحدي بشكل كثير كثير. ليش؟ لأن هي تقضي معه أكبر وقت أولا، ثانيا الطفل نفسه بتقبل الشيء اللي جاي من الأم غير عن ما يكون من الموجه أو المدرس في المركز. أنا يعني طبعا حسب التجارب وحسب الخبرة اللي مرينا فيها، العنصر الرئيسي الهام جدا في أنه الأم تساهم في تحسين أداء طفلها أو تواصل معه هي نية الأم أو إقبالها على أنها فعلا تسبب هذا التغيير. إذا كانت فعلا هي وراء أولا تتعلم على النظام، ثانيا أنها تدرب وتصبر على ابنها بأنه يتعلم على النظام بشكل جيد، فبتحقق نتائج جيدة. لكن إذا كانت مثلا تعتبر أن الموضوع ثانوي أو مش كثير لها مهم، فأكيد نتائج ما راح تكون إيجابية. هل لديكم تطبيقات أخرى غير تطبيق باب النور تساعد أيضا على مساعدة ربما ذوي الاحتياجات الخاصة، من لهم قدرات خاصة من الأطفال أو ربما أمراض نفسية أو اجتماعية أخرى؟ بالنسبة لذوي الإعاقة، تطبيق باب النور هو تجربتنا الأولى، لكن إن شاء الله ما راح تكون الأخيرة. بس الجدير بتذكر أنه في عندنا تطبيقات تعنى بالقراءة. احنا اول شركه انتجت تطبيق للكتب الالكترونيه في سنه 2010 اسمه تطبيق رفوف. رفوف عليه كتب طبعا عامه من المكتبه العربيه العامه، لكن الشيء اللي احنا حبينا نحدثه في نظام رفوف بانه يصير يوفر خدمات لذوي الاعاقه اللي يسموها الاكسسبيليتي، سهوله الوصول للمعلومه اذا كان الشخص كثيف او مثلا لا يسمع او هاي الاشياء. فبصير التطبيق سلس لذوي الاعاقه بانهم يستخدموا الكتاب اللي فيه كتب تقرا عن طريق الاجهزه اللوحيه. نعم. هذا هو التطبيق. نعم. استاذ شادي، بالنسبه للتطبيقات التكنولوجيه بشكل عام، كيف ترى اثرها في المجتمعات العربيه خاصه عندما تكون باللغه العربيه مع ضعف المحتوى العربي اللي موجود على شبكه الانترنت؟ والله أنا بصراحة إحنا مجال شغلنا الرئيسي في تعريب أو بالأخص اللي بسموه localization للتطبيقات، اللي هي أكثر من مجرد تعريب باللغة العربية كلغة، هو طبعا بيتناسب مع الثقافات المحلية، بيتناسب مع طبيعة الأشخاص الموجودين في الدول العربية. أنا بشوف إنه عالم التطبيقات العربية والمحتوى العربي هو يعاني من مشكلة جذرية عظيمة سببها ما بدي أحكي أنا المطورين، لأنه ما شاء الله في عندنا كفاءات عالية جدا من المطورين والمبرمجين، سواء كان من دولة مصر اللي احنا دائما نعتبر من أهم المطورين اللي احنا حتى نتعاون معهم بأنهم يساعدونا في تطوير البرامج. لكن أنا بعزي قصور أو ضعف المنتج العربي بسبب عدم ثقة المستهلك العربي بالمنتج العربي، وهي المشكلة الجذرية. نحن مثلا ممكن نقبل على شراء تطبيقات أجنبية أوروبية مثلا، حتى لو كانت جيمز، حتى لو كانت أي شيء آخر إذا كان عليها ليبل أجنبي. لكن إذا حد اجتهد واشتغل على عمل تطبيقات عربية ما راح يكون لها أي إقبال أو اهتمام. وحتى يعني إحنا صار معنا بعض الحالات انه الناس لما تتواصل معنا تعرف انه احنا من بيئه تطبيق بيع، مع العلم احنا ما الان تواصلنا مع اي حد نبيعهم بشكل فردي. فهجمنا وقوبل الطرح بانه احنا شركه تتربح على الام المرضى والمساكين، مع العلم احنا اعتمدنا على اساس نتعاون مع الشركات الراعية والداعمة للتقنية عشان نوفر مجانا. فكيف لو إحنا بعنا بيع للجمهور؟ طبعا هي مشكلة في الوطن العربي بثقافة الشراء. وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟ من خلال الدعاية أكثر، محاولة كسب ثقة المستخدمين لهذه المنتجات، خاصة يعني عندما يحتاجوا منتجات تكون باللغة العربية مش بلغات أخرى أجنبية.
يعني لو احنا نظرنا للحاله اللي احنا مرينا فيها لحاله تطوير تطبيق ليسوي التوحد ودخلت على مثلا متجر التطبيقات ابل وعملنا سيرش على كلمه اوتيزم بمعناه التوحد راح نحصل على نتائج تفوق عدد 1000 تطبيق في كلمه اوتيزم. لو احنا دخلنا باللغه العربيه كتبنا توحد او التوحد ممكن يطلع عندي تطبيق او تطبيقين. سبب عزوف المنتج على انه ينتج هذه التطبيقات لانه المشتري ما راح يشتريها، ففعليا ما عندنا زي ما حكيت شوي ما عندنا ثقافه الشراء. فانا باخذ عاده كمستهلك عربي انه مسلمات انا يجب ان احصل على الماده مجانيه. فما في احترام طبعا لحقوق الملكيه الفكريه او الناس اللي تعبت واشتغلت على ريسيرش الابحاث والدراسات والمبرمجين هذول المهندسين اللي اشتغلوا، ما في احترام لهذه الكفاءات انه والله فعلا انا يجب اني اعتبر انه في صرف او دفع قيمه هذا التطبيق. فهي بالاجمال اذا احنا